حدثني مهدي، ما هي طبيعة الانتشار الأمني الذي حصل يوم أمس حول المنطقة الخضراء وتحديدا السفارة الأمريكية، وأيضا من هي القوى الماسكة للأرض؟ تفضل. نعم مهاجر، هنالك انتشارا أمنيا مكثفا في محيط المنطقة الخضراء. هذا الانتشار يعني لم يكن يعني قبل يومين أو ثلاثة أيام. هذا الانتشار الأمني المكثف في المنطقة الخضراء جاء بعد عام 2019 بعد العملية الاحتجاجية التي حدثت في ساحة التحرير، المكان حيث أقف به أنا الآن. القوى الماسكة للأرض في محيط المنطقة الخضراء جسر الجمهورية ماسكة من قبل وزارة الداخلية وبالتحديد الشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الشغب ماسكة هذه الأرض. أما في محيط المقتربات الحكومية فهي ماسكة الجهات القوات الخاصة. كنا نقصد البحث الدبلوماسية، كنا نقصد على السفارة الأمريكية، محيط السفارة الأمريكية، هذه ماسكة الأرض من قبل القوات الخاصة لمنع أي عملية استهدافية تقوم بها بعض الجهات المسلحة، كما شهدنا الأسبوع الماضي أو قبل أسبوعين كان هنالك قصفا على محيط قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي، وكذلك أيضا هنالك استهدافات حصلت بين فئة وأخرى في العام الماضي عندما كان مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء. الانتشار الأمني هو مسبوق يا هاجر تحسبا لأي عملية استهدافية أمنية تقوم بها جهات معينة لقصف السفارة أو لقصف البعثات الدبلوماسية. هذا من جانب. من جانب آخر يا هاجر، هنالك أيضا انتشارا أمنيا مكثفا ومشددا محيط السفارة الفرنسية من قبل أيضا الشرطة الاتحادية تحسبا لأي عملية احتجاجية تجاه ما يحصل في فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة، ودعم بعض الدول المتحالفة لدعمها للكيان الصهيوني. فبالتالي هنالك انتشار أمني مكثف في المنطقة الخضراء وفي محيط المنطقة الخضراء، ولكن هذا الانتشار هو سابق لزمانه. قبل أكثر من 5 أو 6 سنوات عفوا كان هذا الانتشار الأمني. طيب مهدي، يعني هذه الاستهدافات هي متوقعة، هل هناك عمليات استباقية تقوم بها الأجهزة الأمنية لمنع استهداف البعثات والقواعد الأمريكية أيضا؟ بكل تأكيد هنالك يعني عملية استباقية عندما تكون هنالك معلومات استخبارية تصل للقوات الأمنية، فبالتالي يكون هنالك انتشارا أمنيا مكثفا في المحيط المنطقة الخضراء، غلق جسر الجمهورية، غلق جسر سينك تحسبا لأي عملية، كما شاهدنا قبل 5 أيام عندما خرج أنصار التيار الصدري كان هناك أيضا عملية استباقية للقوات الأمنية وتم غلق المنطقة الخضراء وبالتحديد جسر الجمهورية. فبالتالي العمليات الاستباقية تحدث قبيل وقوع الحادثة وبعد وقوع الحادثة وتستمر لفترة طويلة أشبه في إنذار جيم لهذه القوات تحسبا لأي عملية أمنية متكررة. طيب وضحت الصورة، أنا أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مراسل ون نيوز من العاصمة بغداد مهدي غريب، شكرا جزيلا لك.